اهلا بيكم في ريفيزات. هنشوف مع بعض النهارده تقييم تليفون سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج، احدث تليفون نزلته شركه سامسونج. خليكم معانا. تصميم التليفون حلو جدا، وهو تقريبا هو والاس 7 من احلى التليفونات الموجوده دلوقتي في السوق من ناحيه الشكل. زائد ان احنا لو جينا نبص على سمك التليفون هنلاقي ان سمكه قليل جدا وهو 7.7 ملم، وتصميمه قريب جدا من تصميم جالاكسي اس 6 ايدج، ما عدا شويه حاجات ان الشاشه بتاعه التليفون هنا اكبر من اس 6 ايدج، كمان التليفون هنا مقاوم للميه وبقى في مكان للميموري كارد تقدر تحط فيه اكسترنال ميموري كارد على عكس الاس 6 ايدج. ولازم ناخد بالنا ان احنا نمسك التليفون كويس قوي علشان هو سهل يتزحلق من الايد، لان حجم الشاشه كبير جدا بالنسبه لحجم التليفون، فانت مش بتلاقي مكان تمسك التليفون فيه ماسكه كويسه. كمان التليفون من الظهر ومن قدام متغطي بطبقه من الازاز. لو بصينا على الزراير والفتحات هنلاقي ان التليفون من قدام فيه نوتيفيكيشن ليد بتاعه النوتيفيكيشن او الاشعارات، وهنا كمان هنلاقي السنسورز بتاعه التليفون، وهنا السماعات بتاعته، وهنا الكاميرا الاماميه. اما من تحت هنلاقي زرار الباك وزرار المالتي تاسكينج وزرار الهوم باتون الشهير بتاع سامسونج. لو جينا نبص على التليفون من ناحيه اليمين هنلاقي هنا الباور باتون، اما من ناحيه الشمال هنلاقي الفوليوم ريجولر اللي بيعلي الصوت وبيوطيه. التليفون من فوق هنلاقي فيه نويز كانسليشن مايك وفتحه بنحط فيها نانو سيم كارد واكسترنال ميموري كارد، وما ينفعش نحط في التليفون ده خطين. اما من تحت هنلاقي فيه السماعات بتاعه التليفون، ودي مش هتكون قويه قوي لان التليفون هنا ووتر بروف، فالشركه بتضطر تحط حاجه عازله بتاثر على جوده الصوت. هنا هنلاقي فتحة الشاحن، وهنا هنلاقي فتحة السماعات. أما من ظهر التليفون هنلاقي هنا الكاميرا والفلاش والهارت ريت سنسور. والكاميرا زي ما احنا ملاحظين البروز بتاعها أقل جدا عن جالاكسي اس 6 ايدج. شاشة التليفون حجمها 5.5 بوصة ومصنوعة بتقنية سوبر أموليد بدقة كيو اتش دي 1440 في 2560، وكثافة بيكسلز 534 بيكسل لكل بوصة. كمان الشاشة متغطية بطبقة جوريلا جلاس 4 اللي بتحمي التليفون من الخدش. ولو جينا نبص على حجم الشاشه بالنسبه للتليفون هنلاقي ان حجم الشاشه واخده حجم كبير جدا من حجم التليفون، حوالي 76%، ودي ميزه حلوه جدا موجوده في التليفون، بس زي ما قلنا بتصعب عليك شويه ان انت تمسكه بايدك. لو جينا نبص بقى على جوده الصوره هنلاقي ان الصوره طبعا اكتر من ممتازه، لان الشاشه واحده من اهم المميزات الموجوده في التليفون. هنلاقي اللي زي ما قلنا برضه في جالاكسي اس 7 ان درجات الاسود غامقه جدا ودرجات الابيض فاتحه جدا والساتوريشن بتاع الصوره حلو جدا. نظام التشغيل الموجود في التليفون هو اندرويد مارشميلو 6.0.1، وده احدث نظام تشغيل نزلته شركه جوجل. ومن المميزات الجديده اللي هنلاقيها في الانترفيس هي خاصيه الاولويز اون ديسبلاي، ودي في حاله ان احنا بنعمل لوك سكرين بيختار ما بين ثلاث حاجات، ساعه او نتيجه او صوره، علشان تفضل ظاهره على اللوك سكرين بتاعتنا ما يبقاش الشاشه سوداء. ممكن نشوفها مع بعض. لو اخترنا مثلا النتيجه وعملنا لوك سكرين هنلاقي بعد ثانيتين تقريبا بتطلع صوره النتيجه وبتفضل موجوده على الشاشه، وهي مش بتاخد من البطارية كتير خالص، لكن احنا شايفين بالخاصية دي في حالتها الموجودة دلوقتي هي مش مهمة قوي لحد ما تبدأ شركة سامسونج تعدل عليها وتدخل فيها اوبشنز اكتر. بالنسبة للإتش بانل اللي التليفون اصلا مبني عليها، فاحنا شايفين ان شركة سامسونج طورت فيها كتير عن التليفون اس 6 ايدج، معنى ان هي زودت فيها اكتر من اوبشن. عندنا هنا الابس ايدج ان انت ممكن تحط شورت كاتس لابس معينة انت بتستخدمها كتير. تاني حاجة ودي حاجة حلوة جدا وهي التاسك ايدج، انت مش بتحط ابلكيشن، انت بتحط كمان تاسك انت بتعمله جوه الابلكيشن، زي الامثلة الموجودة تيك ا سيلفي او كومبوز مسج لو انت عايز تبعت مسج لحد، وتقدر تزود تاسكس على حسب استخدامك للتليفون. تالت حاجة ان انت تقدر تزود الكونتاكتس المفضلين بتوعك او اللي انت بتتصل بيهم باستمرار، بحيث كل واحد يكون ليه لون وشورت كات معينة تقدر تتصل معاه بسهولة. ومن الحاجات الحلوة الموجودة ان انت مش هتكتفي بس بالحاجات الموجودة في الايدج بانل، انت ممكن كمان تنزل حاجات سامسونج حطها لك اوريدي وتقدر تضيفها على الايدج بانل الموجوده عندك. ومن الخصائص الموجوده برضو الحلوه في التليفون وبتدي له شياكه، ان انت وانت عامل اللوك سكرين بتقدر ان انت تشوف النوتيفيكيشنز الموجوده على التليفون عن طريق ان انت تعمل السوايب على التليفون من هنا، بيجيب لك النوتيفيكيشنز او لو في حد اتصل بيك، وكمان بيجيب لك الوقت والتاريخ. المعالج الموجود في التليفون هو اكزونس 8890 اوكتا كور، اربع عنوية منهم 2.6 جيجا هرتز و 4.1 جيجا هرتز. ولو جينا نبص على تقييم التليفون على انتوتو بنش مارك هنلاقي ان هو واخد 110,063 نقطة، وده تقييم عالي جدا. ولو بصينا على التقييم بتاعه هنلاقي ان تليفون سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج واخد رقم 2 على طول بعد شاومي ام اي 5. بالنسبة للرامات الموجودة على التليفون فهي 4 جيجا بايت، وبعد ما استخدمنا التليفون الاستخدام الطبيعي ونزلنا عليه البرامج بتاعتنا المتاح دلوقتي هنلاقي ان هو 1.1 جيجا بايت.
وبالنسبه للانترنال ستورج فهي 32 جيجا بايت. وبعد ما نزلنا برضو البرامج والصور اللي احنا حابين تكون موجوده على الجهاز عندنا، اللي متبقي منها 21 جيجا بايت، مع امكانيه ان انت تضيف اكسترنال ميموري كارد لحد 200 جيجا بايت. بطاريه التليفون 3600 ملي امبير، زائد ان فيها خاصيه شحن سريع بتخلي التليفون يشحن من 0 ل 80% في حدود نص ساعه. كاميرا التليفون الاماميه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.7، وده رقم حلو جدا، بيخلي فتحه العدسه واسعه جدا وبتساعدك انك تصور صور حلوه في الاضاءه المنخفضه، زائد ان كمان الكاميرا الاماميه بتصور 2K في الفيديو. اما كاميرا التليفون الخلفيه فهي 12 ميجا بكسل، والناس استغربت لانها قلت من 16 ميجا بكسل في الاس 6 ايدج ل 12 ميجا بكسل دلوقتي، وده سامسونج عملته علشان تكبر حجم البكسلز، زائد كمان فتحه العدسه الكبيره بتخلي التصوير في الاضاءه المنخفضه تجربة لا يمكن تنساها في التليفون ده. السنسور الموجود في كاميرا التليفون بيستخدم خاصية الدول بيكسل، ودي لأول مرة بنشوفها بتستخدم في سمارت فون، وبتخلي سرعة الأوتو فوكس في التليفون أكتر من ممتازة. لو جينا نبص هنا، لو دخلنا أوبجكت في التليفون هنلاقي إن الفوكس بيتعمل عليه بسرعة، لو شلناه بيتعمل على الباك جراوند تاني وهكذا. التليفون كمان فيه خاصية الـ OIS اللي بتساعدنا إن احنا نصور فيديو من غير ما يكون في أي اهتزاز في الصورة. كمان فيه الـ HDR، وفي مجموعه من الافكتس اللي انت بتختار منها قبل ما تصور، بحيث ان انت ما تضطرش تعمل اديتنج للصوره بعد كده. لو جينا نبص على المودز اللي في التليفون برضه هنلاقي ان في البرو مود، وده بتاع المحترفين لو انت بتحب تظبط الاوبشنز بتاعت الكاميرا مانولي، زي فتحه العدسه، زي الايزو، زي الوايت بالانس. من الحاجات التانية الموجوده برضه المهمه فيه هي السلكتيف فوكس، ودي ممكن نبص عليها مع بعض، ان احنا نقدر بعد ما نصور الصوره نتحكم في الفوكس بتاعنا. هنا مثلا احنا صورنا الصوره دي وفي حاجه في الفور جراوند وحاجه في الباك جراوند، بعد كده بنعرض الصوره والتليفون بيخيرنا احنا عايزين الفوكس على الاوبجكت اللي قريب من الكاميرا ولا عايزين الفوكس على الاوبجكت اللي بعيد عن الكاميرا. وفي اوبشن ثالث ان احنا نخلي الفوكس على الصوره كلها، ما يكونش في اي حاجه متغطيه في الصوره. من الاخر، تليفون سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج يعتبر خطوه حلوه جدا لشركه سامسونج، لانها طورت على عيوب كتيره كانت موجوده في جالاكسي اس 6 ايدج، زي ان هي خلت ان في اكسترنال ميموري كارد، وطورت كمان من اداء البطاريه، وخلت التليفون مضاد للميه وللاتربه. ده كان تقييم تليفون جالاكسي اس 7 ايدج. لو عايزين تتابعوا تقييمات ثانيه تابعونا على موقعنا ريفيوزات.com، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستغرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي.